تاع 2018. حنا رانا في اتصال دائم مع مديريه التربيه، والمشكل هذا بربي ان شاء الله حتى الناس اللي في 2018، تلاميذ اللي في 2018 اللي مازالوا ما سجلوش يتقدم الاداره. حنا راح نديروا ان شاء الله الارساليه لمديريه التربيه وتتفتح ان شاء الله هذه المشكله. وبالخميس حنا رسلنا مرساليه والحمد لله ساعه قد دخلوا الوليدات. ثم الامر هذا ما تقلقوش به رواحكم، خلاص هذه تاع الاستثنائي تاع من التحضيري الاولى، هما داروا فتره تاع اسبوع و10 ايام تحضيري، راهنا مقبلين باش يتسجلوا في 6 اكتوبر ان شاء الله. تحضيري عن طريق الرقمنه، تسجلوا في الاخر، ثم امام الرقمنه هي سهلت على الوالي وعلى الاداره. فهمتوا؟ اي شيء غاديروا في بالكم باللي التلميذ يقرا، يعني ان شاء الله ما تقلقش راك، ماشي تقول انا ابني هاني ما سجلتوش ما يقراش. تقدم، كاينه امور، كاينه وثائق نقدمها ان شاء الله، وعلى بركه نرافقوا بعضنا باش طفيلي يكون في المدرسه.